النهاردة عايزة دردش معاكو في حاجة بتأثر فيا قوي. ما بفتح الريلز والريلز بتسرقنا ساعات اننا نقعد نتفرج عليها ونقلب وكده. بيستفزيني قوي ان هما دايما بيسألوني اسئلة مش دايما الاسئلة دي بعرف اجاوبها. فتلاقي دايما الناس اللي عندها افكار جديدة تلاقيها بتسألك كم كان عمرك لما عرفتي ان الحلة بتتغسل كده مش كده. انا لسه عارفه دلوقتي وانا معاكي والله ما لحقتش. او ازاي كنا عايشين طول عمرنا مش عارفين المعلومه دي؟ ازاي بتغسلي الاطباق طول عمرك من غيره؟ بغسلها عادي، ما بتقوليش حاجه لما بغسل، ما بتعترضش. ازاي تخلي بيتك زي الفندق؟ طب انا ليه اخلي بيتي زي الفندق؟ ما انا مش ضيوف، انا عايشه في بيتي، ليه اخليه زي الفندق؟ الرقي، الفخامه، تمام اوكي اقلب. بيتك راقي، بيتك فخم. بصراحة انا عايزة ابص للبيت دلوقتي وحاسة انه بس محتاجة اكون بيت نظيف بس مش لاحقة. بتغيظني قوي فيديوهات الديكور بتاعت كفاية رخام من اللون ده، كفاية مطابخ اللون ده، كفاية ستاير الشكل ده. ما انتي بتقوليلي كفاية، ترجعي السنة الجديدة تقوليلي على الموضة الجديدة انه كفاية. طب مين عنده فلوس يغير كل سنة؟ وكفاية ليه؟ طب انا حباها، انتي ليه شايفة انه كفاية؟ ما انا حرة. وصفات اكل كتيرة كتيرة بقلب فيها، يا اما بتقولك خطيرة، انا بحب اللي بتقول خطيرة على فكرة بضحكني جدا، يا اما لازم تقولك على كل وصفة اكل هتعتمديها، يا اما تقولك كل اللي جربها حلف بيها. وارجع اجرب الاقي الوصفة حمادة والحقيقة حمادة تاني خالص. بعدين تبتدي فيديوهات التوتر، انتي لسه ما جربتيهاش؟ لا لسه ما جربتهاش والله. حصل ايه؟ خطر علي، خطر يا دكتور هعيش النهاردة. جايبالكو؟ ايوه جايبالنا ايه يا حبيبتي؟ انا عايش فلوس لكل الحاجات اللي انت جايبها لنا، وليه في 72 الف لايك على الحاجه اللي انت جايبها لنا؟ في ايه؟ كل الناس دي معاها فلوس تشتري الحاجه دي وانا الوحيده اللي بايظه كده؟ بعدين تكمل عليا بقى مسك الختام فيديوهات التربيه. لازم تبتدي تمثيليه ما بين طفل غلبان وام شريره، امنا الغوله بتعمل فيه حاجه غلط قوي، وبعدين تطلع الست، طبعا مش كلهم بس بعضهم، تأدبنا وتربينا على الشيمينج. عارفين الشيمينج؟ مع انه الشيمينج ده اصلا مش بالتربيه الايجابيه، ليه ما بيطبقوش علينا احنا مبادئ التربيه الايجابيه؟ ما احنا بني ادمين برضو، والامهات بتتربى. احنا انا بتهيألي المفروض يعلموا العيال التربيه الايجابيه مش يعلمونا احنا، لانه الحقيقه ان هم اللي بيربونا. بخرج من هذا العالم الافتراضي الغريب، احس ان في حاجات كتير قوي لسه ما جربتهاش، حاجات كتير قوي لسه ما لبستهاش، حاجات كتير قوي لسه ما عشتهاش. محتاجه اعزل، انا محتاجه الم هدومي واعزل، محتاجه اغير الحلل، كل الحلل اللي عندي مش صحيه، محتاجه انضف البيت او ادور على مساعده بعد ما ام محمد ادتني مقلب ومشيت وسابتني. محتاجه ابقى غنيه، محتاجه اغير شكل البيت، محتاجه اغير الستاير، محتاجه اجيب زرعه اكتر، محتاجه اغير البيجامات، محتاجه اغير عيالي واجيب بدلهم عيال متربين، او اقولك محتاجة غير أمهم. وفي ظل هذا الفيضان الواسع، الميكروفون ده مبسطني قوي يا جماعة وأنا بقول الكلام ده الواسع، في ظل هذا الفيضان الواسع من المشاعر بستغرب. بخرج للعالم الحقيقي بحس إن هو اللي غريب، إنه عالم الريلز أحلى، حلم جميل بقعد أقلب فيه على كيفي، أختار اللي أنا عايزاه وأسيب اللي أنا مش عايزاه. بفتكر درس خدته زمان في الجامعة عن الفيل جود هرمونز، الهرمونات اللي بتتحكم في اننا نحس حلو، نعيش حياة حلوة. عارفين الاعلانات بتاعت تعالى وعيش الرحاب اللي كنا بنشوفها زمان، البنت اللي راكبة العجلة وشعرها مرفرف كده عن ناحيتين مش مقصف خالص، والهوا حواليها والجنين والفراشات. الحقيقة عزيزتي الام اننا عندنا اربع هرمونات، مش صح قوي اننا نسميهم هرمونات لان في بعضهم يعني مواد كيميائيه المخ بيطلعها اسمها الفيل جود هرمونز، هرمونات السعاده واللطافه واللذاذه. اولهم هو الاوكسيتوسين، ده حبيب الامهات، ده بيطلع مع الطلق ويخليكي تعيطي وتحسي باحساس عمرك ما تنسيه اول مره بتاخدي البيبي في حضنك. بيحصل مع الرضاعه، لما البيبي بيفضل يرضع وفجأة يوقف رضاعه ويبصلك كده ويقوم ضاحك ويرجع يكمل رضاعه تاني.
الأكسيتوسين هو هرمون الحب، بيطلع لما حد يحضننا ولما نحضن العيال، بيطلع لما نلمس ايد حد بنحبه. هو هرمون البوندينج، الترابط. الهرمون ده مش بس بيخلينا نحس اننا مطمنين ومبسوطين، عارفين انه بيرفع المناعة، عارفين انه بيخلي الجروح تطيب اسرع، بيهدينا. تفتكروا ده هرمون بيطلع لما بنشوف الريلز؟ لا، مش موجود في عالم الريلز، موجود في العالم الحقيقي. تاني هرمون هو السيروتونين، مش برضو مش المفروض قوي نقول عليه هرمون. ده مسؤول عن الرضا والثقة. ده الهرمون اللي لو نقص بنحس باكتئاب. لو السيروتونين عالي هتلاقي وشك لطيف، بتقولي للناس صباح الخير، بتضحكي في وشهم حتى لو مش عارفاهم. لو السيروتونين قليل هتلبسي وش الشراب. كلنا عارفين وش الشراب. لما بتنجزي حاجة وبتحسي ان انت كائن مهم، بيبقى عندك ثقة في نفسك. هو ده السيروتونين. عشان نقص السيروتونين او الاكتئاب مش معناه ان انت ما بقيتيش سعيدة، مش معناه انك ما بقيتيش تضحكي. في ناس عندها اكتئاب بتلاقيها ساعات مش بتعيط، بتلاقيها ساعات بتضحك وتكركع وتعمل تصرفات غريبة جدا، وتقوم ترقص في اماكن مش المفروض ترقص فيها. السيروتونين قلته بتحسس البني ادم انه ولا حاجة، انه ملوش قيمة. بحس السيروتونين لما اعمل اكلة كويسة وتطلع مظبوطة، والولاد يشوفوها كده اول ما تطلع وتتحط على الترابيزة ويقولوا الله يا ماما. بيطلع السيروتونين لما تبصي للشقة الصبح كده تلاقي اشعة الشمس داخلة مكسورة على الكنبة وداخلة ما بين الستاير، صوت المنشاوي في الشقة. دي لحظة سيروتونين، لحظة رضا. تحسي بالسيروتونين لما مديرك يقول انك عملتي بروجكت حلو قوي وقفلتي شغل كانش ينفع يعتمد على حد غيرك فيه، تحسي ان ليكي قيمة. سيروتونين مش بس بيتحكم في مزاجنا، بيتحكم في شهيتنا. قادر يخليني اكل كتير قوي، قادر يخليني مش طايقة الاكل مش قادر اكله، قادر يخليني بنام طول اليوم، وقادر يخليني قلقانة وسهرانة طول الليل غرقانة في الاوفر ثينكينج. بيتحكم في قولونك، تحسي ان انت مش قادرة تهضمي. بيتحكم في تركيزك، تحسي ان انت بقى عندك 80 سنة ما بقيتيش فاكرة اي حاجة. هل حلاوة السيروتونين بنحسها في عالم الريلز؟ لا. تالت هرمون بقى هو الاندورفينز. اندورفينز هي حاجات الجسم بيطلعها تخليك في حالة. عارفين الناس اللي بتاخد مورفين او مخدر قوي جدا جدا او بينك؟ عارفين اللحظة بتاعت التوهان، لحظة ان انا مش حاسس بالوجع؟ جسم بيطلع مسكنات طبيعية شبه المورفين لما الواحد يعمل مجهود شاق قوي، او لما الواحد يكون مثلا عمل تمرينة كبيرة وقوية جدا، كان بيجري في ماراثون مثلا، او لما الواحد يفضل يضحك لغاية ما بطنه توجعه. اخر مرة حصلت لك امتى فضلتي تضحكي لغاية ما حسيتي انه انا مش قادرة؟ اللهم اجعله خير. الاندورفينز بتحسي بيه بعد ما تقومي تنظفي الشقة كلها لوحدك، تقعدي بعدها مبسوطة قوي بريحة النظافة في البيت، بس مش حاسة بظهرك ومش حاسة برجلك. هتحسي بيهم كلهم الصبح او انتي داخلة تنامي لما تأثير الاندورفينز كله يروح. ما بحسش بالاكسيتوسن وانا في العالم بتاع الريلز، ما بحسش بالسيروتونين وانا في العالم بتاع الريلز، ما بحسش بالاندورفينز وانا في العالم بتاع الريلز. بس عارفين بقى بحس بايه؟ بالدوبامين. الدوبامين ده هو المسؤول عن اللذة، عن اللهفة، عن تكوين العادة، الحاجة دي تتسرسب جوايا وابقى عايز اعيش جواها، ما اقدرش استغنى عنها. يبقى ماشية بتنطط حاسة بانتصار رهيب، او مبسوطة قوي، او مندمجة قوي في حاجة، او منجذبة جدا لحاجة. الدوبامين ده بيطلع للاتنين اللي بيحبوا بعض جديد. الدوبامين ده بيطلع ما بين الراجل ومراته في اللحظات الخاصة جدا، لو ست وجوزها متفاهمين ومبسوطين. الدوبامين ده بيطلع يوم ما بنتك بتاخد الميدالية الذهب
تتنططي كده زي صباح وتقولي ساعات ساعات، وتعملي زي، انا بقيت افتكر هنيدي، ما بقيتش افتكر صاحبة الاغنية الحقيقية وهي بتقول واطير وارفرف في الفضا. انا ههريك وغنى بالبتاع ده، وهي بتقول واطير وارفرف في الفضا واهرب من الدنيا الفضا وكفاية عمري اللي انقضى. الدوبامين الست بتحسه لو اخذت الفيزا ونزلت اشترت حاجات كتير قوي، او عملت اوردرات اونلاين كتير قوي، في اللحظة اللي بتفتح فيها كل الاوردرات دي وتقيس وتنبسط. الدوبامين بنحسه لما نفتح الفرن ونشم ريحة الكوكيز وهي معمولة حلو. الدوبامين بنحسه برضو لما حد يعمل لنا لايك او تعليقات كتير على بوست كتبناه او فيديو نزلناه او حاجة عملنا لها شير. بعد شوية بيبقى ادمان، ببقى عايزة انزل بوست احلى منه، ببقى عايزة اضحك مع الناس على موقف زي الموقف اللي كتبته قبل كده، ببقى عايزة اخد الانتباه ده ليا، لان الانتباه ده علميا لانه بيطلع دوبامين، بيكون عادة، بيخليني اسيرة للسوشيال ميديا، لمواقع التواصل الاجتماعي. دوبامين هو اللي بيخلي المدمن يرجع يدور تاني على المخدر عشان يرجع يحس نفس الاحساس بتاع اللذة والبهجة اللي بينسيه كل ألامه وأوجاعه والعالم الحقيقي، يخليه يعيش نص ساعة في العالم الافتراضي الجميل المرتب اللي كله أحلام حلوة مش حقيقية. كل ما يرجع للعالم العادي يتجنن ويتضايق، يحس بأعراض الانسحاب ويرفض الواقع، يقول أنا عايز أخد جرعة مخدر جديدة وأرجع أعيش في العالم ده تاني، أنا مش عايز أقعد معاكم في العالم الحقيقي. اكتشفوا في الأبحاث أنه الفرجة على الريلز بتخلي المخ يطلع دوبامين يخليكي مش قادرة تبطلي الفرجة. طريقة الفيديوهات اللي متصممة أنها تشتغل 30 ثانية وتقف بتخلي الناس عايزة تعيش في العالم ده وطول الوقت تحس باكتئاب وزعل أن العالم الحقيقي ما فيهوش المتعة دي، ما فيهوش الصور الجميلة دي، ما فيهوش الراحة النفسية دي. مع اننا لو قررنا نخلع من الريلز، نتحكم احنا في خوارزميات فيسبوك بدل ما هي اللي تتحكم فينا، هنلاقي ان العالم الحقيقي فيه لحظات حلوة قوي. اما الكفوف الصغنانة دي تيجي تطبطب عليكي وانت عينك مركزة في الموبايل، بس هو لو جال بيبي ده وقعد في حضنك شوية هيطلع لك الهرمون الطبيعي اللي يخلي جسمك مرتاح، الأكسيتوسن. لو سبتي فيديوهات التنظيف وقمتي نظفتي حتة صغيرة قد كده في البيت يطلع لك السيروتونين، يحسسك بالرضا والثقة، يخلي عينك تقع على حاجات حلوة في بيتك فتعيشي مرتاحة أكتر. تعالوا نطلع الهرمونات الطبيعية اللي تخلينا مبسوطين قادرين ننتج، والدوبامين نطلعه مش وحش، بس نطلعه بالطرق الطبيعية، الطرق اللي ما تلخبطش المخ، ما تكونش عادة، ما تعملش إدمان. الحياة فيها حاجات حلوة تستاهل تتعاش، بيوت حلوة الشمس دخلاها، ريحتها حلوة، واقع فيها حدوتة صغيرة على الأرض جنبها شوية مكعبات بنتي عملتها على شكل برج، بنت صغيرة بتجري عليا بحضن رهيب وانا طالعة من الحمام كأني كنت مسافرة ولسه راجعة، شوية بتنجان مخلل وطبق ملوخية ريحتهم حلوة قوي. الحياة فيها حاجات حلوة قوي تتعيش، وانتوا اللي عاملين للبيوت دي معنا، من غيرنا البيوت دي محدش هيسكنها، انتوا سكنها. المرة الجاية كوميدي بقى، كفاية سنتمنتليات أسامة منير دي، تعالوا نغير. أشوفكم الاتنين الجاي.